ضيع اتحاد بسكرة فوزا ثمينا أمام ضيفه وداد تلمسان، حيث حقق تعادلا سلبيا بطعم الخسارة بعد أن أهدر أبناء المدرب بوزيدي فرصا عديدة لتحقيق الفوز على وداد تلمسان، وبذلك يبقى الاتحاد يسجل خسائر لم يتقبلها الجمهور. التغطية لعلي رحاب. اليوم يعني اللاعبين نظن ضغط كبير عليهم، تعب كبير نال عليهم، وانا حسب قراءتي وقراءه يعني الطاقم الفني خاصه عند المدرب، انا نظن هذا كاع راجع يعني نقص تحضير اللي ما بديناش تحضير في الوقت المناسب، ومشينا في النتائج الايجابيه، ربما دفعنا باللاعبين حق حتى يحققوا نتائج ايجابيه في بدايه الموسم، ونظن الحق الوقت وين لو باساج فيد هذا ان شاء الله ما يطولش باش نعاودوا نرجعوا للنتائج الايجابيه. في التيران كيما هكا شويه لقشت طبق كرة قدم مليحه، وحنا ما يخفالكش ثاني كنا خارجين مصطادنا بخساره، كان اوبليجي علينا باش نديروا الريزولتا اليوم، والحمد لله جواره وكشاف ما يخفالكش ثاني جينا من قوسين، جواره كان اللي عندنا بليسي كان اللي